أجري وضربة جامدة جدا يعني. يلا شوفوا يعمل في ايه، وهو ده وطياره فوق السما. يا ضربة جامدة جدا يا جماعة، مش ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم في فيديو جديد في قناة عمرو جيمنج. النهاردة هنلعب لعبة جامب فورس، اللعبة الجامدة جدا بجرافيك روعة جدا، وإن شاء الله الفيديو ده يعجبكم. وقبل ما نبدأ ما تنسوش أهم حاجة، تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. وقبل ما نبدأ، لو عايزين نكمل في اللعبة دي اكتبوا تحت في التعليقات. لو عايزين نجيبكم طريقة التحميل للعبة، وصلوا الفيديو بخمسة لايك بس، خمسة لايك بس. ويلا نبدأ على طول في اختيار اللعبة. هنختار الفريق بتاعنا، يبقى جوجو وبقولة وترانكس على طول. وهنلعب ضد ناروتو طبعا، فرقته ناروتو وساسكي وجارا. وعلى طول نلعب اللعبة بجرافيك روعة، ونكملوا الفيديو للآخر عشان الفيديو فيه مفاجآت كتيرة جدا، وإن شاء الله الفيديو ده يعجبكم على طول. واللعبة بدأت على طول زي ما انتم شايفين، اللعبة بجرافيك روعة جدا. هنشوف بدأت اللعبة على طول نلعب بقى. حلو أوي، وهروح أحول على طول وبيبدأ بوكس جوجو. تطيروا يا جماعة، مش ممكن. وإحنا بقى ناخد حقنا، ناخد حق جوجو. أوه داخل جامد كده، تعالى بقى خد واحدة قميها. يلا تعالى تعالى، انت لسه شفت حاجة، لسه شفت حاجة. يلا بقولك حضارك او حلو حلو وناروتو داخل جامد جدا. تعالى دي بقولة، تعالى بقى خد حركة بقولة وادعيلي بقى. ما حصلتش فيه، تعالى يلا يلا ترانكس. حلو ترانكس الصفين. اوه ضربة تاني، نفس البوكس اللي كل جوجو، ضربة غشيمة جدا. طب تعالى بقى يلا اديله يا ترانكس. اوه ضربة جامدة جدا، يلا شوفوا يعمل في ايه. اوه ده تطيره فوق السما. يا ده ضربة جامدة جدا يا جماعة، مش ممكن. تدمر الدنيا كلها. تعالى بقى خد بالك خد بالك، حلوة الصدفة. تعالى بقى تركز جامد جدا. سلام، لسه شايف حاجة. يلا ضربة جامدة. اوه ده غيره خالص بعيد. تعالى نغير لجوجو. حلو، يلا يلا روح، يلا يلا اضرب. اوه تتحول لنا، تتحول ازاي؟ يلا خد قميها وتحول. يلا عايزين نتحول. اشحن اشحن تحت يا جوجو. صدى للأسف، خد بالك. وكسبنا أول جولة، وكسبنا الراوند الأول، وعلى طول نخش في الراوند اتنين. يلا اضرب، حلو بالك، حلوة حلوة الطيران فجأة. يلا تعالى اشحن قوتك يا جوجو. يلا واحدة قميها، يلا خدها. صدها برضو تقريبا. تعالى بقى تعالى كايرو كده، حلوة. يلا جوجو هيموت، انا بيموت. حلوة ديلو تاني واضرب. ومية السلام، لعبة روعة جدا. لو عايزين اجيب لكم طريقة تحميل، يلا اضغط لايك. انا عايز اكبر عدد من اللايكات، على الاقل خمس لايكات على الاقل عشان اجيب لكم التحميل وهيعمل اتان. اوه ده تضمار، مش ممكن. يا لهوي اللي حصل، تدمر الدنيا خالص. اوه تفرع الدنيا خالص. خلي بالك خلي بالك، مش عارف انا رحت فين. يلا اللي هيحصل. اوه كرة، يا سلام حلوة. يلا جوجو، يلا جوجو موت خلاص. اوه جوجو اتحول يا جماعة، مش ممكن. يلا هنفجره بقى، موت موت. اوه فجره على الاخر يا جماعة، مش ممكن. جوجو فجر ناروتو، مش ممكن. يا
شوفوا اختفى وراح من وراه وأثر فيه جامد جدا. خلاص يلا آخر واحدة كاميرا، يلا يا سلام يا سلام عليك يا جوجو، دمرنا فريق ناروتو على طول. يا سلام، لعبة خرافية جدا يا جماعة. ونخش على طول على الشخصية التانية، اللي الشخصية هنجربها هي لعبة ون بيس، فرقة ون بيس، هو لوفي وزورو ومش فاكر اسمه، بس عادي نختار على طول ونلعب ضد مثلا مين، نشوف لنا حد تاني نختار مثلا نلعب ضد يلا دراجون بول كلها، فرقة دراجون بول أو ناروتو على تشكيلة كده، نلعب ضدهم نشوف مين الأحسن. زي ما انتوا شايفين اخترنا الشخصيات على طول، يلا نبدأ نشوف لوفي جامد زي جوجو ولا لأ. حلوة، أوه ضربه على الآخر، ونشوف هنعمل إيه. يلا الضربة المالية، أوه ده احنا فكرنا اسمه ساسكي، تعالى ساسكي، يلا اديله تاني. حلوة، مش ممكن كل مرة بيعملها فينا. تاني برضه حركته الجامدة ديت، نحاول نهرب ولا حاجة. الكرة تاني، اجري روفي، هنموت ولا ايه؟ لا انا اصلا لسه مصحتنا، بس حلو مفهمناش، نحاول نضربه. تعالى بقى، الحركة دي جامدة جدا، انت دمره دمره يا جماعة مش ممكن. تعالى نختار شخصية تانية، زورو مثلا. طب من أول ما زورو جت اداله بوكس نيمه مش ممكن، فطيره مش نيمه. تعالى نجرب حركات زورو بيعمل ايه. حلوة، يلا اضرب 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 اضرب، يلا نشوف حركة الدوارة بتاعته. نسكت نشوف هيعمل ايه. تدمر ناروتو، شوفوا صحته قد ايه يا جماعة مش ممكن. هيعمل الحركة التانية بتاعته برضه، بتاعت الثعلب ديت خطيرة. هيموتنا ولا ايه؟ هموت ولا ايه؟ هموت، خطيرة، تجري تجري. نقصت من صحتنا، جامد جدا، نقصت من صحتنا كتير جدا يا جماعة مش ممكن. تعالى نجرب الشخصية الأخيرة، نلعب على طول بيها. تنزل لي جوجو، خلي بالنا بقى، يلا يلا اضرب اضرب. كسبنا كسبنا في الراوند الاول، شوفوا برجل واحد بس موتناهم. اضرب اضرب، خلي بالك خلي بالك خلي بالك. ضرب الله وكده، نقصنا في صحتنا والسعادة، لسه في وقت ربع. ساسكي من ورايا وجوجو من قدامي، خلي بالك خلي بالك. طب تعالى بقى يا جوجو، ده هيعمل ايه ده؟ ده تداله رجل، ده رجله اسطورية يا جماعة الواد ده، بيلعب برجله طبعا. تداله في دماغه، نقصه من صحته بس مش قوي، ما كنتش الواد اللي انا كنت متوقعه منه. يلا عليه فوق، يلا لوفي، حلوة لوفي، بيضرب جامد، بينقص جوجو جامد. هو هيعمل لك كورة انا عملتها في ناروتو المرة اللي فاتت، خلي بالك خلي بالك، اجري. تعمل ايه بس؟ تحول تاني كمان، هيفجرنا وهيموت هيموت ولا ايه؟ كان فرقع كل حاجة في الدنيا. اجري 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 اجري، مش ممكن يا جماعة، لوفي خلاص اتدمر اتدمر. اجري خلي بالك، حلوة، صدقت حلوة، صدقت الضربة بتاعت جوجو. يلا تعالى تعالى، خلي بالك خلي بالك، حلوة في آخر لحظة، بس برضه تأثرت بس مش قوي. تعالى يلا اديله ضرب غير عادية، يلا تعالى زور، تعالى اديله هموت ولا تعادلنا في الراوند.
هيسيبه في حاله. حلو، زور سيارة. يا سلام، يا لا 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 لا، اجري اجري اجري، حتى صد مش ممكن. انا اصلا جامد، انا اصلا جامد. تحول تاني المرة التانية، اوه فجر كل حاجة، فجر كل حاجة يا جماعة. مش ممكن، بس انا عرفت ان انا اصلا شوية. مش ممكن تاني بقى، سيبني يا جماعة. انت مش عارف اقول ايه، بس ربنا على الظالم. تعالى بقى، تعالى كفاية على كده، كفاية. انت جاب لي ساسكي، يا عم انا عارف اكسب جروب عشان يجيب لي ساسكي. طب تعالى بقى نسيفهم مع بعض، ويا ناقصة وناروتو. طب تعالى بقى ناروتو، انت بقى استوى عليه، ولا هو اللي هيستوى عليه 40 كده. حلو والله. طب تعالى بقى خد ضربة زور بقى، يلا زورو. مش ممكن، صد صد خلاص. حلو، يلا تعالى بقى، يلا يلا اضرب اضرب. حلو برضه، ولا كسبنا. يا سلام، حلوة جدا الضربات دي، بتنقص جامد. تعالى بقى، ده لسه شفت حاجة. تعالى يلا، اديله لوفي، اديله لوفي. السلام عليك يا لوفي. لا لا، مش تاني، مش ممكن كده. خلاص احنا كده يعتبر مقنع، مش تاني بقى. كل شوية الحركة دي كده يعتبر مقنع. اجري اجري، بتعمل ايه لوفي تاني مرة؟ اوه ده احنا صحتنا على حفر، يعني حاجة صغيرة، مفيش أي حاجة خلاص. اجري. حلوة، يلا تعالى بقى نروح. انت تعالى، يلا موت موت، يلا يلا قرب موت يا جماعة. تعالى بقى خد لك الضربة الكارديو بقى، خد لك الضربة الكارديو. ده هو اللي ادانا الضربة الكارديو، هو اللي ادانا وفينش فيه وكده، وكده خسرنا يا جماعة. مش ممكن، فريق قوي جدا لعبنا ضده، بس عادي. وكده تكون انتهت حلقتنا. وفي الختام ما تنسوش، لو انت مش مشترك اشترك في القناة عشان في فيديوهات جاية جديدة. وما تنساش تفعل زر الجرس عشان قريب ان شاء الله في المستقبل هنزل فيديوهات كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.